للسماء. رمضان الخير مع عمرو الليسي على نجوم اف ام. اهلا بحضراتكم مرة تانية في رمضان الخير، ومعكم عمرو الليسي على نجوم اف ام. للاتصال ببرنامج على رقم 1006 كلمونا، قولوا لنا كل احلامكم وامنياتكم، وربنا يقدرنا ونكون سبب ونقدر نحقق لكم كل رغباتكم. وفي انتظار اتصالاتكم التليفونية، ومعنا بقى تليفون ونقول الو. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا حضرتك طيب وحضرتك بقى الفخر. انا فرحانه قوي ان انا سمعت صوت حضرتك، وانا والله فرحان جدا ان حضرتك بتكلمينا. مين معايا؟ سحر وجهي حضرتك. اهلا يا استاذه سحر، اهلا وسهلا، تحت امرك. تأمريني يا مدام سحر، تحت امرك. الله يبارك لك. انا حضرتك منفصله بقى لي 4 سنين ومعايا 3 بنات. ايوه. بنت منهم مكتوب كتابها وهتدخل ان شاء الله بعد العيد. ألف ألف مبروك. عايزة حضرتك تساعدني بإذن الله. طيب يا ستي، يعني ألف مبروك أولا لبنتك، بس احكي لنا بقى أنت يعني حضرتك تشتغلي إيه، ودخلك كام، وسكنة فين وكده يعني. طيب هو هتعرف عليك شوية يعني. ماشي حضرتك. ماشي حضرتك. أنا سكنة في البساتين. أيوة. ومعايا معايا 3 بنات، وحضرتك متطلقة بقى 4 سنين. وحضرتك انا كنت شغالة يعني على الله كده. بس دلوقتي طبعا جالي سكر وضغط وعندي تضخم على الكبد، فمش قادرة يعني. بتاخدي معاش او بتاخدي مرتب او في باخد حضرتك معاش 413، وفي جامع بيساعدني بيديني 120 جنيه. ايوه. وفي جامع في العباسية دوت برضك عامل لي 100 جنيه، وفي جامع تاني عامل لي 50 جنيه. والله ربنا يكرمه. وماشيه بقى ببركه ربنا يعني. ربنا يكرم، كلنا ماشيين ببركه ربنا والله يا ست سحر. والله. وبنتك ان شاء الله بقى لها قد ايه مخطوبه؟ بقى لها كده سنه. بقى لها سنه. وناقصها ايه عشان خاطر ان شاء الله ربنا يكملها خير بقى ان شاء الله؟ ايه اللي ناقصها؟ الله يبارك. الله يبارك لك. هي كده ناقصها الاجهزه حضرتك. الاجهزه الكهربائيه. طيب تسمح لنا ان احنا نجيب لها الاجهزه الكهربائيه؟ لا طبعا حضرتك ربنا يبارك لك. بعد اذنك يعني. دي هديه من البرنامج ومن مؤسسه واحد من الناس لبنتك، عشان بقى ان شاء الله تتجوز وتتجهز وتدخل على خير بعد العيد. ربنا يشرفني والله حضرتك. طيب ستي انا سعيده قوي ان انا سمعت صوت حضرتك والله. الله يخليك. انا كمان سعيد انك انت كلمتيني. سمعت صوت حضرتك من زمان. الله يخليك. الف مبروك، وربنا ان شاء الله يتملها على خير باذن الله، وتفرحي بيها ان شاء الله. وهيكلمك دلوقتي من فريق البرنامج من الاعداد عشان ياخدوا البيانات والتفاصيل كلها، وان شاء الرحمن باذن الله ان شاء الله تعالى باذن الله ان شاء الله يعني نكون كمان يعني بس عازمين على الفرح بقى ان شاء الله باذن الله. حضرتك تنور وتشرف. وبعدين انا سعيده قوي والله ان انا سمعت حضرتك. الله يخليك يا ستي، ربنا يخليك. متشكره قوي، ربنا يبارك لك. متشكره. الف مبروك لبنتك، وربنا يقضي على تربيه البنات الباقيين. وإحنا معاكي دايما، وربنا معاكي فوق الكل باذن الله. ربنا معاكي ان شاء الله. الله يبارك لك. البركه في ربنا وفيكوا برضك والله يا رب ان شاء الله. كلنا يا رب ان شاء الله. كل سنه طيبه. رمضان كريم عليك ان شاء الله. رمضان كريم عليك ان شاء الله. فرعية الله مع ألف سلامة. ويعني إحنا بنحقق لست سحر يعني طلبها في جهاز العروسة لبنتها عشان تتجهز إن شاء الله وتخش بعد عيد. ومبروك ليها، وإحنا تحت أمر كل العرايس في العرسان اللي هم مش قادرين يجهزوا يكلمونا، وربنا يقدرنا إن شاء الله في برنامجنا رمضان الخير ونقدر نلبي لهم كل احتياجاتهم. كلمونا على 1006 رمضان خير، ومعكم عمرو الليسي. حلقتنا النهاردة خلصت. إن شاء الله نلتقي على خير بإذن الرحمن بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. رمضان كريم، ونشوفكم على خير. السلام عليكم. استنونا بكرة في